أجواء العيد في مدينة غزة دوما ذات طابع خاص ومختلف، ابقوا معنا لنشاهد معا كيف يستعد ويتجهز المواطنون لاستقبال. أجواء العيد مبهجة جميلة، الناس في حالة فرح لا محدود، مر رمضان بسرور الحمد لله رب العالمين، أعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات بدون حروب إن شاء الله، اللهم بلغنا لا فاقدين ولا مفقودين مرة أخرى. والله إحنا الحمد لله يعني جبت الأواعي وجبت الهذا والكعك وشغلة زي هيك يعني زي أي عيد يعني، فلا تمام الأمور إن شاء الله. شرينا أواعي ونشتري حلويات وأشياء مناح يعني. والله الحمد لله الاجواء ايجابيه شويه عن كل السنين. انا بالرغم اني في راتب قليله بس برضه الناس احنا شعب نحب الفرحه، نحب الانبساط، والاجواء يعني كلها حلوه كويسه، يعني كل بتتابع في الاسواق وان شاء الله يكون كل الشعب يكون سعاده اكثر من هيك، بس بدها شويه فرج اكثر من هيك ان شاء الله. شريت شنطه وبوت واوائل عيد، جبت كله اكسسوارات وطاق، جبت كل شيء. أجواء العيد السنة ما شاء الله يعني استثنائية، مش زي السنوات الماضية، الحمد لله يعني بنشوف الحركة تحسنت يعني من واقع الحياة والتجارة والناس كله ما شاء الله، بنحس فيه تحسن ملحوظ. رمضان السنة كانت أجواء كثير حلوة، شفنا الإشي هذا بالزينة على أبواب المحلات، على البيوت، في الحارات، يعني لاحظنا الاشي كان في كتير تآلف بين الناس وما شاء الله كتير كانت الأجواء حلوة والحمد لله. نتمنى يكون العام الجاي أحلى من هذا العام كمان. الطقوس اليومية اللي لازم تنعمل في كل عيد، نحضر الكعك ونحضر حلو العيد وكعك العيد عشان نستقبل الأهل والأحباب إن شاء الله في أول يوم بعد صلاة العيد إن شاء الله. طبعا الفسيخ أهم إشي، جزء في العيد طبعا اللي بنكسر فيه طبعا صيامنا، وان شاء الله تكون كل عام انتم بألف خير. اجواء جميله جدا والناس الحمد لله كلها بخير برغم من كل الحصار والمعاناه اللي بمر فيه شعبنا الفلسطيني، الا انه الناس الحمد لله بتقوى على هذه الظروف الصعبه وبدها تعيد يعني. اذا حضرت للعيد مستقبل العيد بكعك العيد وبفسيخ العيد وفستق العيد وحلويات العيد وتمشي الامور. مناسبات بذور الرحم بحضروا كعك العيد والشغلات هذه، والأطفال بيحضروا في الهوائيهم إن شاء الله كلهم طيبين إن شاء الله.